بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، حياكم الله جميعا. كلمة شكر لإحدى المتتبعين من الدار البيضاء، تفضلوا. مرحبا. السلام عليكم سي الوزاني، الشريف ديالنا، الله يخليك لينا، تبارك الله عليك. صراحة أنا منين تواصلت معك على اساس انني ما كنهتمش بهذا الميدان ديال الرقيه، يعني كنشوف بزاف الرقاس كيدوزوا، ولكن انت سبحان الله البركه ديالك والمحبه ديالك، يعني كتعتبرني من اول نظره اعتبرتك كاخ ديالي، ارتحيت لك داكشي اللي تواصلت معاك، وكيف ما قلت لك المواعيد طبطوا في شهر 10، ودابا الحمد لله سهل ربي جاني الدور دوزت الرقيه انا ووليداتي وراجلي. كان عندي داك الهاجس لان كنت شي ساحر ولا شي حاجه اللي خايبه، الحمد لله غير الطاقه السلبيه ديال العين والحسد، الحمد لله دازت الحصه على ما يرام. كنشكرك وكنعتبرك فرد من العائله ودي من تبعك، بالاخص انا ام الاسره كنعطيهم الماء بالبركه الحمد لله. يعني النهار اللي بديت نتبعك والصراحه كناخذوا الماء وقع واحد التغيير يا حبيبي، فاش جوست فاش عطيتهم الماء وبدينا كندوشوا فيه مره كنعطيهم ديك شويه الماء يدوشوا فيه انا والزوج ديالي وداري الراحه. فهمتي يعني الامور تكلمات من ناحيه الضغط النفسي والمشاكل، الحمد لله مشاكل كانوا فين مغاتنا. كنشكرك ما نقدروش نوفيو الشكر ديالك صراحه. الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله. تفضل تفضل اخي تفضل. شكرا، الله يخليك، الله يحفظك، والحمد لله تنين مرتاحين. الحمد لله. انا كان ديك الماء اللي كنا تنشرب كان ديك الفلومو ما بقاش عندي، تفشات الكرش شويه ما بقيتش نديرو ورجع ليك شي عاوتاني ثاني. دابا ان شاء الله ماء البركه دائما تبعوه استحمام وشرب، وكذلك ترشوه حتى في المنزل ديالكم. شكرا لك كندير. الحمد لله. شكرا لك، الله يعطيك ربي يخليك، فرصه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم، اعانكم الله. السلام عليكم.